محمد اي ما ننساوش باش نترحموا على الشيخ محمد الصالح اللي هو الامام الاسبق للجامع بير البيت جامع عمر. صليت وراه تقريبا 2005 صلاه المغرب قبل من تحل الجامعه، وقرا بينا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هذا الركعه الاولى. الثانية قرا: إن المتقين في مقام أمين، آخر سورة الدخان. كانت تلاوته ممتازة، ورجل طيب إن شاء الله ربي يرحمه، أكرمه الله في بداية العشر الأواخر من رمضان وفي شهر القرآن. إن شاء الله ربي شفع فيه القرآن، ما ننساوش من الدعاء له بالرحمة والمغفرة. أي نعم، رحمه الله تعالى. أيس تفضل. من أول الحزب بتاع الأعراب. قال الملأ، هتقرأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن هدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا قومنا بالحق صحيح وأنت خير الفاتحين. أمشي. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير. تفضل سيدي. اي نعم.
بداية سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا قل سنين عددا يشمد النور صحيح. ثم بعثناهم لنعلم أي الفريق أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صحيح. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا مرفقا دي مجهولة المعتمدة ميم وبعدها ميم ندغم الأولى في الثانية مع مراعاة الغنة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا كيف شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك أي شيخ سليم مرحبا ناي تفضل سيدي اقرأ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن
من بعد أهلها نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها نعم. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقة علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال بل ألقوا قال ما فيش بل قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بارك الله فيك يا شيخ سليم أحسن الله إليك أيس منصورين يا الله هذه من بركات التراويح راك جاي هكا ولا أحسن ليك وصلت هنا للعراق ما شاء الله في العنكبوت وقيدكم ما شاء الله الله يعاونكم إن شاء الله تقبل ها تكلم وبيحكي إن شاء الله ممتاز اي نعم وترى الشمسين وقتها طلعت طاطا تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا قالوا مش قالوا لبثنا قالوا لبثنا مد للمد قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى
أزكى ربك عبد رجاء تقول مريك نقص فيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صحيح إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وربك الغفور وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب خلق للباء ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعطيك الصحة، انتبه للأحكام والباقي جيد. بارك الله فيك يا سي منصور شيخ عبد الحميد، شكرا يا معين. هاي سيدي مرحبا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عودها ومد المد الطبيعي يا شيخ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون كزيد على الأعراف فرعون قال فرعون على طه هكا ولا هكا ولا زيد فرعون الأعراف على الاختناء اليوم قال آمنت طه قال آمنت الأعراف قال فرعون آمنت هكا ولا أي قال فرعون آمنتم به الأعراف وطه قال فرعون قال آمنتم له يلزم التدمير تاع المكتبات هذه باش ما ومازالت الشعراء حتى نقولها إن شاء الله إيه نعم قال فرعون آمنتم به قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا يا فرعون إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أي نعم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين أي نعم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى لتلقه وقال الملأ من
قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة أي نعم. قال خذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن بارك الله فيك شكرا أيس نزار لك تقول يا ربي يستعمل من شاطئ نزار في الكهف أخي جايتكم الكهف أي نعم أي فلا تماري فيهم هكا ما وصلنا أي فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب صحيح وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عود هاي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صحيح وقل الحق ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من إله من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد وقل الحق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب
تم له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تحتهم هذه تركز من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساوي من ذهب ويسقون ويلبسون ثيابا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أي يريد الروح السنزار بارك الله فيك كرر مليح شكرا أرجو مع الأعراف أي أخونا الأسعد تفضل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين نعم فأرسلنا عليهم عليهم الكسر لها عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات والدم أي عاود جيبهم الكلين فأرسلنا عليهم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم عليهم دي ما بين الكسر مش عليهم عليهم هو عليهم هيم ولما في عقلك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل رحيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون صحيح فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صحيح وأورثنا القوم الذين كذبوا لا عاود وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا عاود ركز القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل عاود وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة صحيح قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه ركز إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أدعوكم لا قال أغير الله أبغيكم إله 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 وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم
لا كيفاش عليم؟ عظيم. وفي ذلكم عاود أحسن. شكرا، بارك الله فيك. تفضل سيدي. أحسن الله إليك. عليكم السلام. الكهف. واضرب لهم مثلا هكولا. أي واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. 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 تمام. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. واصل. قال له صاحبه. وكان له ثمر. وكان. وكان. يحاوره ركش الحال. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا لكن عيدها لكن هو الله ربي ولا أشرك به بربي ولا أشرك به أحد. عارفين يا شيخ في آخر سورة الجن مش معاش تغلط فيها أي يمشي ولا أشرك بربي أحدا. أي ولولا إذ دخلت جنة دخلت صار التمطيط ولولا ولولا ركز ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء أصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثوره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم هذا اسم كافي. بارك الله فيك أحسنت. جزاك الله كل خير يا أستاذ. تفضل. أحسنت. وواعدنا موسى 30 وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بعشر سكن بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أي ولما جاء
موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك نعم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك إني قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ركز يا أستاذ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صحيح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين شفت الكتب هذه السماوية التوراة والقرآن ما فيهاش الواحد ياخذها والله انا تو ارى توا والله انا تو كملت العمل برا خلاص نحفظ شيخ سمون هذاك يبدا مخه مشرجن ومخه معبي ويحب يحفظ في الوقت هذاك شفت انا تو لما تحدث القران عن التوراه فقال وكتبنا له ساعه فيها اشاره الى الكتابه اللي يكتب حفظه يكون خير من اللي يحفظ بدون كتابه هذا بالملموس اللي يكتب ديما حفظه انتن من اللي يخزر المصحف ويحفظ من خلال المصحف فقط لذلك قال وكتبنا فيها إشارة حينما تحدث عن القرآن قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أداة الكتابة كلها إشارة فكل ما تكتب يكون حفظك أكثر أمثل خير قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء فخذها بقوة والقرآن يا يحيى خذ الكتابة بقوة فالإنسان لابد أن يجهد نفسه ويعطي القرآن أعز الأوقات بتاعه لأن القرآن عزيز ولا بد له من أعز الأوقات وإنه لكتاب عزيز فالإنسان يعطيه أعز الأوقات بتاعه مش وقت اللي يكون تاعب وكذا وعنده عدة كذا ويحب يحفظ لا إيه نعم أقرأ سأصرف عن آية ما وصل الغابي عودها الآية سأصرف عن آية فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها صحيح. سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا رتبهم إن يروا كل آية لا يتبعوا لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
إلا ما كانوا يعملون. هل يجزون؟ عود. هل يجزون؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا قسم الامتعاد، مزيد من التكرار أكثر. بارك الله فيه. نرجع مع سورة الكهف. كن عبد القادر جاهز، تعال. عايز. وعليكم السلام. أي واصلة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نزير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد صفا قف وعرضوا على ربك صفا لقد صفا قف عليها. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وترى الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لا بين السين للملائكة اسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركاء نادوا المد يعطي المعنى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. كمل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يعطيك الصحة، هذا كثم ممتاز، بارك الله فيك. شكرا خونا الأسعد. جيد. يا سيدي نرجع مع الأعراف. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلموا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. مد الهاء. قال ابن أم لا
الراعي المدود غير المعنى. قال ابن أم إن القوم استضعفوني كما هو الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا به قاتلا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل فاعودها فلما اخذتهم الرجفة قال رب الرجفة قال بطت الشتاء الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كيف شكرا بارك الله فيك. أرجو مجموعة الكهف شكون مقراش أي أنجي يقرأ بعد كم رجماء اللي ما قرأوش بعد هاني رجع ها جيد كشف جيد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا كيفاش عاود ولقد صرفنا قف لا لا قف راجل ولقد صرفنا لا 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 قف ولقد صرفنا اللي كان يقرأ أخونا شكون هو شكون اللي يقرأ لا لا ولقد صرفنا كان أقول غلطنا ولقد صرفنا أمش ما غلط لا لا وقفنا وريح أمش تروح غلط جماعة كل تصحيحة أمشي يعني ولقد صرفنا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس إلا أن يؤمنوا ويستغفروا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما منع الناس أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه بين الكسرة وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا كمل وتلك القرى
جعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا نسيا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا عجبا هذا كثمن له قال ذلك ما كنا نبغ ها فيتوه لا في بالي هذا وقال ذلك ما كنا نبغ كيف يعطيك الصحة شكرا أي شيء أي نعم هذا كثمن أي شيء ما شاء الله بارك الله فيك تفضل سيدي مع الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة لا ناقصة كلمة مرة أخرى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة تمام إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم الترقيق في الراء يحل لهم الطيبات ويحرم لا مش ويحرم صحيح ثاني صح ويحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نعم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما قلته وما ظلمناهم لا لا قلت وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أحسنت وإذ قيل لهم اسكنوا وإذ قيل
له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يعطيك الصحة، ممتاز، هذاك الثمن بتاعك، بارك الله فيك يا شيخ، شكرا، تفضل حبيبي. جيد، يا مرحبا. قال ذلك ما كنا نبغ. قل لا. أي نعم. صحيح. من لدنا علما. صحيح. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما عملت رشدا. نعم. أي وكيف تصبر على ما أنجينا الذين ينهون عن السوء
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أحسنت بارك الله فيك شكرا جزاكم الله كل خير مع بعضنا نختم سورة الكهف إن شاء الله ها سيدي ها قل لي أي أي إقامة الحجة عليهم أي أي نعم أو القرآن غالب أحيانا تجيب عبارة ما كنتش تتوقع لأنه لما يقرأ الإنسان ساعات يسهر فما ينظرش للمعاني أما لو كان يركز مع المعاني كده ما يخطئش القرآن هكذا معجز أي نعم ساعات واحد يجيب عبارة مش موجودة جملة واحدة مش موجودة في الخارج الكوكب أي سيدي مع بعضنا نختم سورة الكهف أي قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل
شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوننا قوما لا يكادون يفقهون صح قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا لحظة ثم شكون قراها فهل نجعل لك خطأ فهل نجعل لك نجعل لك ثم شكون قراها بالإسكان ردوا بيننا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لا مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي صحيح وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني فهي عودة أفحسب الذين كفروا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صح كالذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وما ورسلي هزوا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا واصبر كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ناخذ ثمن جديد مع الحزب بتاع سورة الإسراء والحزب بتاع الأعراف وندخل في الأنفال نقفوا واعلموا أن ما بعملكم من شيء حزبين معناتها الحزب من فوق والحزب بتاع الإسراء بارك الله فيكم شكرا جزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله